بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدحة حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وذلك في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الروسية التي سقطت أمس في شبه جزيرة سيناء وأعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسر الضحايا والشعب الروسي الصديق